احنا نطمن المواطنين انه يعني الكميات اللي حاله الفيضان اللي صارت العام الماضي استغليناها استغلال امثل في خزاناتنا، واعطينا خطه زراعيه طموح العام الماضي، واعطينا نفس هذه الخطه هذا العام لنعدنا خزين يلبي هذه المتطلبات، يعني على الاقل يسد الزراعه الصيفيه ويسد لنا ايضا الزراعه الشتويه او الموسم الشتوي القادم. فالخزين هذه السنه يعني ما راح يصير عندنا مشكله ولا راح يعاني ولا راح نعاني من يعني خلينا نقول من شحه في هذا الموسم الصيفي اللي هو بدت بوادره وارتفاع درجات الحراره، وهذه مؤشره عندنا في وزاره الموارد المائيه. بالنسبه الى المياه، المياه هي ليست كالعمله النقديه ممكن ان تخزن لفتره طويله، المياه تخزن لموسم لانه هذه تتعرض الى تبخر وتغيير في النوعيه، فما ممكن تخزن لفترات طويله خاصه في مناطق العراق ومناطق هي المناطق حقيقه خلينا نسميها الجافه او شبه جافه. هذه المناطق يعني ليس من الصالح انه بقاء المياه بها كميات كبيره فتره طويله، واحنا ما نريد نبقي المياه، احنا المياه نخزنها حتى نقدم خدمه للمزارع، يعني نريد نطور القطاع الزراعي، هو هذا الهدف الاساسي.